احنا بساحه الصابون شباب الطوب. تمام حاجتك. انت اول الناس اللي فتحت؟ اي نعم انا اول الناس اللي فتحت بهاي الساحه، يعني اما البلديه سلمتنا الساحه يوم السبت الغاح، وانا من السبت الغاح فتحته، وهسه ننتظر العالم يعني تجي تفتح وترجع على رزقها هوني وترجع الساحه مثل قبل، ونتمنى العالم تدعمنا وتجي على هذا السوق. التجارة غرفة التجارة راح ترجع، والسوق مال السمك راح يرجع، وهذا مول راح ينفتحوني، وإن شاء الله ترجع الحياة على طبيعتها مثل قبل. تمام زين، ليش البقية ما يجون؟ والله يجون، هو على أساس اليوم أخير موعد، موعد نهائي يعني البلدية عطت إنه يجي السوق كله يفتح، وبعد لحد الآن ما بينش. أيوة. يعني على مود تمشي الأمور حتى يفتحون. إيه طبعًا لازم، إذا ما يفتحون ما تمشي الأمور، والعالم ما راح ترجع تتسوق وما راح ترجع تعرف يعني إنه هذا السوق انفتح إذا ما ترجع. أصحاب الباصات يرجعون مثل قبل يفتحون، حتى العالم تصيغ عنده أقبال تجي من كل المناطق، لأن باب الطوب كان يعني هو الثقل مركز المدينة، يعني هسه عندك الكيات إذا جيت مثل قبل أبو الأيمن يزيد بالأيمن وأبو الأيسر يجي ياخذ منهم يعبر أحسن، حتى يجي مثلا أبو حي التنك يركب من قوق جري ينزل بحي التنك، سوق الأربعاء، عمارة الشواف، كلها إذا تنفتح العالم يعني تقبل عليها، الدكاترة ترجع، ترجع الحياة مثل قبل إن شاء الله. سؤال أخير، السوق منظم؟ منظم، منظم يعني بدرجة ما بي أي غلط، ما بي أي مشكلة، سوق، بانكات، سقفيات، كهرب، إنارة، كل شيء بي. الأسعار شو؟ الأسعار، طماطة 500. إيه، بلف. موز بلف. يعني تخلي ربح بسيط عليه. بسيط، حيل بسيط. فواكه، فواكه ما عندك التفاح على 750، برتقال كيلوين ب1000 وربع، نوم 500، يعني اسعار رخيصه.